أسألك يا ربي بحق محمد إلا غفرت لي، يعني غفرت لي الخطيئة. قال: وما أدراك من محمد وما خلقته بعد، يعني محمد لم يخلق. قال: وجدت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لا تضيف إلى اسمك إلا أحب الأسماء إليك. قال: صادقت يا آدم، ولولا محمد ما خلقتك. الناس تستغرب من الكلمة دي ومن كلمات زيها في أوراد بعض السادة الصوفية، إن يعني لولا لولاه. لا، دي معنى تاني ممكن نتكلم عليه، بس ان هو السر في كل موجود، انه صلى الله عليه وسلم السر في كل موجود. برضو احنا هنا لا نتكلم عن شخص، انما نتكلم عن حقيقة.